كلنا نعلم أسرار النيازك، هذه النيازك التي تهبط إلى الأرض عادة وتحتك بالغلاف الجوي الذي سخره الله ليحمي هذه الأرض، وتتبدد وتحترق على حدود الغلاف الجوي. طبعا هذه النيازك قبل 1400 سنة لم يكن أحد يعلم شيئا عن أسرارها، لأنهم كانوا يعتبرونها ظواهر خارقة أو لا تفسير لها. ولكن العلم الحديث تمكن من معرفة أسرار هذه النيازك، وكيف أن هناك مليارات النيازك تسبح حول الأرض، وفي كل يوم هناك آلاف النيازك التي تخترق هذا الغلاف الجوي ولكن لا نكاد نشعر بها. وعندما يقترب نيزك كبير من الغلاف الجوي كما حدث قبل ملايين السنين، فإنه يحتك بهذا الغلاف ويحترق ويشكل سحابة هائلة جدا. الآن أيها الأحبة، دعونا نتأمل السحابة التي أحدثها ذلك النيزك الذي نزل في منطقة في روسيا قبل سنوات قليلة. طبعا كما نرى أمامنا هذه السحابة الكبيرة جدا الركامية أحدثها اختراق نيزك للغلاف الجوي في إحدى مقاطعات روسيا. وتمكن العلماء من تصوير هذا السحاب الذي ولده النيزك، والنيزك طبعا عبارة عن حجر يسبح في الفضاء، وهناك مليارات الأحجار طبعا، ومنها يعني بحجم حبات الرمل، ومنها يصل قطره إلى عدة كيلومترات تقريبا. الذي يهمنا أيها الأحبة أن هذا المنظر الذي نراه أمامنا لم يكن معروفا من قبل، ولكن القرآن الكريم أشار إشارة علمية لطيفة إلى وجود سحاب مركوم يتولد بنتيجة سقوط هذه الحجارة على الأرض. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. طبعا هذا تحذير للمشركين للأمم السابقة من قبلنا. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. سبحان الله، انظروا كيف وصف لنا الله عز وجل تأثير سقوط النيزك وهو الكسف. الكسف في اللغة العربية هو قطعة الحجر، فعندما يسقط هذا الكسف أو هذا الحجر أو هذا النيزك ويحتك بحدود الغلاف الجوي فإنه يحترق ويولد هذه السحابة الكبيرة. طبعا المراقب على الأرض لا يرى النيزك، النيزك الذي نراه أمامنا لا يرى إلا من الفضاء الخارجي، ولكن الذي يراه الإنسان هو السحابة المتشكلة بنتيجة احتراق هذا النيزك وتبدده على حدود الغلاف الجوي. لذلك الله عز وجل وصف لنا هذه الظاهرة بدقة مذهلة عندما قال: وإن يروا كسفا، أي قطعة من الحجر، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، أي متراكم، سحاب كثيف. سبحان الله. وهنا نتساءل كيف ورد هذا التعبير العلمي الدقيق في كتاب أنزل قبل 14 قرنا. إن هذه الآية تشهد على إعجاز هذا القرآن. حتى يتبين لهم أنه الحق.